مدد مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 إلى السبت مع استمرار المفاوضات لإحراز اختراق في مسألة تمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة وإعادة تأكيد الأهداف المناخية الطموحة. ونشرت الرئاسة المصرية لكوب 27 صباح اليوم مسودة وثيقة نهائية. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من شرم الشيخ مباشرة حاتم أزناك، ناشط مناخي ومندوب شاب للمملكة المغربية في قمة المناخ 27. أستاذ أهلا بك، كان من المفترض أن يتم إعلان اختتام أشغال القمة، لكن وزير الخارجية المصري أعلن عن تمديدها ليوم إضافي، ما هي أسباب هذا التمديد؟ شكرا جزيلا. بطبيعة في البداية لابد لي أن أهني كافة الشعب المغربي على عيد الاستقلال. بطبيعة الحال نحن هنا لازلنا في شرم الشيخ والأعين كلها تتجه نحو مدينة شرم الشيخ لأن تم تمديد قمة المناخ، وذلك جاء أيضا على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بالأمس لما وصل من قمة بالي إلى شرم الشيخ، وأكد أن هناك عدم ثقة ما بين الشمال والجنوب وكذلك ما بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. أظن أنه النقاط الأساسية التي عليها اختلاف اليوم في شرم الشيخ هي تهم تمويل الخسائر والأضرار والتي هي المادة السادسة، وهذه نقطة جوهرية وفي عليها خلاف كبير بين الدول الأعضاء. كان هذا الخلاف قد بدأ من غلاسكو لكنه لا زال يمتد في قمة شرم الشيخ أيضا، والتي اختارت لها الرئاسة المصرية عنوان قمة التنفيذ، لكن هذا التنفيذ يبقى محتشم إذا لم يتم التوافق غدا. لازلنا نحن حاليا في المفاوضات، يعني نعمل ما بين اللي تقريب وجهات النظر بالأمس تقديم مقترح من طرف الأوروبي والذي يقضي يعني بفتح صندوق لتمويل الأضرار الخسائر والأضرار والذي يهم فقط الدول يعني المتأثرة بشكل كبير، وكذلك من أجل الدفع بعدم استفادة الصين من هذا الصندوق. هناك عدة نقاط يعني كما أشرت التي تختلف عليها الدول، لكن هناك بوادر يعني تفاهم ويعني والتقاء ما بين الدول، خصوصا أن الرئاسة المصرية أشارت أنها ستقوم بما يعني بكل المجهودات من أجل الدفع من أجل الخروج من قمة مصر بتوافق. هذا من جهة. من جهة أخرى فيما يهم التمويل المناخي لدينا بعض الاتفاقات ولدينا يعني بعض النقاط الإيجابية، خصوصا فيما يهم آلية سانتياغو التي تهم التمويل التي تم التوافق عليها والتي ستعطي يعني فيما يهم تمويل المناخ، لكن يبقى كما قلت مبادرات التكيف والتخفيف كذلك عليها نوع من يعني المناقشات، لكن مسألة تمويل الأضرار والكوارث الخسائر والأضرار هي نقطة جوهرية. طيب تحدثت عن أسباب التمديد، يعني من أهمها خلافات حول تمويل الخسائر والأضرار. حاتم أزناك، تنقلت على مدى أيام بين أروقة الدول والمنظمات خلال فعاليات كوب 27 بشرم الشيخ، تابعت مجريات هذه القمة، نريد منك تقييما لأهم الأنشطة، أنشطة القمة بالنظر للتحديات الكبرى المطروحة. طبيعة الحال هذه القمة أولا تأتي في سياق يعني يتميز بعدة من الأحداث الجيوسياسية، وهو ما جعل كل الأنظار تتجه نحوها ويعني وتحتضن عدد من الأنشطة والأحداث الجانبية. بطبيعة الحال شاركنا كشباب ممثلين للمملكة المغربية في الأحداث والأجنحة التي ضمت يعني عدد من تحدثت عن مواضيع مهمة كمشاركة الشباب الطريق إلى كوب 28، كذلك التعليم، هذه كلها نقاط التي كانت أساسية، وكذلك كان يعني في تمازج ما بين الفاعلين المشاركين، لا نتحدث عن القطاع الخاص وكذلك نتحدث عن الفاعلين الحكوميين. كان هناك نقاش كذلك عن دور الوظائف الخضراء وكذلك يعني الطاقات المتجددة ودور الشباب في هذا المسار، وهنا كانت تجربة المملكة المغربية حاضرة بشكل كبير، خصوصا أن المملكة المغربية لديها هي من الدول الوحيدة التي كانت قد قدمت يعني مساهمتها المحددة وطنيا السنة الماضية، وتقوم كذلك بتحيين معطياتها في مبادرات التخفيف وكذلك نسبة الإنتاج الغازات. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني كان لدينا ولأول مرة في قمة جناح خاص بالشباب والأطفال، هذا أعطاني دفعة قوية لمشاركة الشباب في قمة المناخ، حيث كان يعني الشباب يوجد فقط خارج أروقة القمة، وكذلك
فقط بشكل من التظاهر. اليوم الشباب ليس يتظاهر فقط ولكن يترافع، يقدم حلول ويعمل مع كل الفاعلين في قمة الأطراف من أجل الدفع بتحقيق الحياد المناخي المنشود. طيب، يجب أن نتحدث عن المشاركة المغربية في هذا الحدث الهام. كيف كانت المشاركة المغربية على ضوء التجربة التي ركمتها المملكة في الحفاظ على البيئة؟ دعيني في البداية أقول أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد في القمة الماضية على أهمية العمل الجماعي. اليوم نفس الرسالة تتأكد، نريد عمل جماعي من كل الأطراف المشاركة في القمة من أجل تحقيق أهداف المنشودة. اليوم المملكة المغربية شاركت في قمة المناخ 27 بمشاركة يعني رفيعة المستوى. شارك صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في افتتاح القمة التي شهدت عدد من حضور عدد من الرؤساء، وذلك الأميرة الجليلة لالا حسنة حماية البيئة، وذلك من أجل يعني تقديم رؤية أن المملكة المغربية هي ملتزمة، ليست فقط ملتزمة من حيث الحضور لكن ملتزمة من حيث العمل، ملتزمة من حيث الاستراتيجيات التي قامت بها لا على المستوى المحلي لا على المستوى الوطني. لكن يجب التوضيح أيضا أن المملكة المغربية يعني لديها مسؤولية أخرى غير الاستراتيجيات والعمل المحلي، فهي تدافع عن القارة الإفريقية في المفاوضات وتجعل يعني صوت الدول الإفريقية مسموع، لأننا اليوم نحتاج إلى عمل أكثر ونحتاج إلى تقوية القدرات الفاعلين في العمل المناخي، لأن الدول يعني المنتجة للغازات الدفيئة تحاول بالدفع من أجل إبعاد النقاش حول التمويل وحول التعويض، لكن المملكة المغربية تعمل بشكل وثيق مع كل الشركاء من أجل جعل هذا النقاش ممكن، وأيضا من جعل أن الشباب في مقدمة هذا الركب لحتى لا يعني لا نضيع أي فرصة. وأظن إذا لم نستطع الخروج من قمة المناخ باتفاق شامل وعادل سنكون نهدر الفرصة من أجل حماية الكوكب. اليوم العديد يظن أن قضية العمل المناخي هي بعيدة المنال، لكن أنا أقول أن نشهد المناخ في حياتنا اليومية، الإجهاد المائي الذي تعيشه المملكة المغربية، قلة التساقطات المطرية، وهذا ليس فقط في المملكة المغربية لكن على مستوى الدول كلها. وأنا كناشط مناخي يعني أشير أنه المملكة المغربية ملتزمة، لكن نطلب من المجتمع الدولي أن يلتزم ويقف وقفة يعني إصرار وإسراع من أجل أخذ الأعمال يعني مستعجلة في هذا الإطار. حاتم أزناك، مدافع عن العدالة المناخية ورئيس منظمة الشباب للتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.